عليكم بعدا. كما كتشوف المشاركه ما كانتش مشرفه بالنسبه لي انايا وبالنسبه للجمهور اللي كان حاضر اليوم. كنبغي نطلب منهم الاعتذار، اللي جاو شجعونا ولكن ما قدرناش نفرحوهم، ماشي السبب ديالنا، ولكن ما كنبغيش نعطي اسباب، ولكن راه عارفين الظروف اللي كيمر منها معاد الصحافي والحاله الصحيه اللي فيها. الحمد لله جينا اليوم، حاولنا نديروا اللي علينا، ما وفقناش الله، والقادم افضل. هادشي اللي كاين اليوم درس كان درس تعلمته، والحمد لله غنحاولوا نصحوا داكشي اللي خصنا نصحوه، وهادشي اللي كاين. هي مسافة 800 متر كل ما كيعرف هي من أصعب التخصصات في ألعاب القوى، هي دورات اللي جد سريعة جد سريعة جدا. الحمد لله معز الصحافي العام اللي فات حقق 43، هذا رقم قوي بالنسبة لي وكيعطيك نظرة على المستقبل. إن شاء الله بطولة العالم الألعاب الأولمبية، أعيننا كاملة على بطولة العالم الأولمبية، نكونوا حاضرين إن شاء الله في أحسن الأحوال، ونشرفوا المغاربة ونشرفوا جميع الناس اللي كتحبوني. كيفاش كتشوف المستوى ديال الميتينغ هنايا؟ وراه مستوى ديال الدوري الماسي ما عندك ما تقول عليه، راه معروف من السميه ديال الدوري الماسي، واحد من المحطات الكبار اللي كيكونوا في العالم. تنظيم كبير جدا، وما عندنا ما نقول عليه، راه هو التنظيم بين راسه. هادشي اللي كاين. تنبغي نشكر العائله ديالي اللي تيساندوني، كما عرفوا معاذ الصحافي هو كيتقاتل راسه والعائله ديالو والاصدقاء ديالي اللي كيشجعوني. تنبغي نشكر فريق الفتح الوطني اللي مد لي اليد باش نكمل في هذا المشوار ان شاء الله، ونتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. الخطه اللي كنت ندير مع المدرب تاعي اللي درت اليوم، بقات لي تقريبا 100 متر، تعثرت من طرف عداء كيني اللي خلاني نفقد الايقاع. فاش بديت بغيت نرد الايقاع لقيت صعيب عليا. الحمد لله كان سباق مزيان بالنسبه ليا، حاولت انني نحسن الرقم الشخصي، ولكن الظروف ما ساعدتنيش، كنت غادي نسقط. هادشي اللي خلاني ما نحسنش التوقيت ديالي اليوم. كيفاش كتشوف يعني الابطال المغاربه في هذا الفن اللي كتجري في يكون ميداليات قبل المغرب تيمتاز بعد اقوياء في مسافه 8500. خصني شويه الخدمه والصبر باش الواحد يوصل للهدف ديالو ان شاء الله.